دكتور نبيل في طرحه الآن كان بيتحدث عن أننا بحاجة إلى استراتيجيات إعلامية جديدة أو استراتيجيات عربية موحدة تواجه المتغيرات الحالية. حضراتكم المعنيين بهذا الأمر، أنتم وزراء الإعلام وحضرتك وزير الإعلام والثقافة أيضاً، وعنصر الإعلام لا ينفصل عن الثقافة لأننا في الآخر بنتحدث عن هوية مواطن عربي. إلى أي مدى من خلال جلسات الدورة 52 حضرتك تقدر تشوف أننا نمضي في هذا الطريق؟ بكل تأكيد العقل المعرفي المكترز على الرواسب من التراكم المعرفي يجب أن يفكر أنه بناء سياسة عامة ما يسمى بالpublic policy واستخراج استراتيجيات لمجتمعات واسعة وكبيرة، هذا يتطلب أن يبدأ من الورقة البيضاء انتهاء بالورقة الخضراء. عادة ما يسعى القادة وأهل السياسة أن يتخذوا القرارات دون أن يجمعوا المعلومات الكافية والدراسة العلمية اللي بيبدأ من المواطن العادي صانع الثقافة المستفيد من القرارات الذي يجب أن يكون شريكا في صناعة القرار. فلذلك ما تم الاتفاق عليه وقراءته بصورة عميقة أن يتم بناء استراتيجيات واستراتيجية عامة تتبناها جامعة الدول العربية، فهذا يخضع أيضا للدراسات المتأنية داخل كل قطر وتجميع ما يتم جمعه، لأنه التفكير في خطاب مشترك للأمة العربية تقابل التحديات المستقبلية هذا يتطلب أن نبني ذلك على معرفة واكتناز معرفي مؤسساتنا الأكاديمية، الجامعات، مراكز البحوث، الشركاء من المجتمع المحلي، المواطنين العاديين. ولكن مثلا إذا حضرتك تسمح لي بالمقاطعة وكمان هسمع رأي الدكتور نبيل في هذا الأمر، بعض القضايا مثلا من الممكن أن يتم فيها توحيد المصطلحات الإعلامية؟ لا، هذا طبيعي طبعا، قضايا كثيرة يمكن أن تكون، وأولها القضية الفلسطينية على سبيل المثال. هذا تم مناقشته بأكثر ما التفق حول الناس جميعا أن هذه القضية هي قضية يجب أن يتم التصدي له بقوة عربية مشتركة، وبل وتضمن ذلك حتى القضايا الثقافية التقليدية العادية، تنميط الشخصية العربية بالزبط. وصورة الشخصية العربية في العالم الآخر إلى آخره، هذه قضايا يمكن معالجته بقرارات وبسياسات مختصرة، ولكن هنالك قضايا تحتاج إلى بناء مؤسسي وبناء فكري وبناء وأي معرفي. استعجال يتم في ذلك قد يهزم المشروع نفسه. طبعا.